باسم الوحدة النقابية بجهة مراكش. نحن اليوم نتواجد أمام المركز البريدي، نعيش وقفة احتجاجية اللي كتأتي في إطار الحملة الوطنية، في إطار البرنامج الوطني اللي كيعيشوا اليوم كل على الصعيد الوطني، يعني جميع مناطق المغرب كتعيش هذا الحدث ديال الوقفات الاحتجاجية. البريدين والبريديات اليوم كيطالبوا واحد ربعة المطالب الرئيسية اللي محرومين منها، يعني يعني داخل مؤسسة بريد المغرب، داخل مؤسسة عريقة. المطلب الأول هو إخراج القانون الأساسي إلى حيز التنفيذ وفق ما تم اتفاق عليه مع الحركة النقابية، والزيادة في الأجور وفق اتفاق 25 أبريل كما تم توقيعه مع الحكومة المغربية، والزيادة من وتغطية والنقص المهول في من الموارد البشرية لكي يعاني منها المستخدمين وكيعاني المواطن قبل المستخدمين. إذا نحن هنا أمام المركز الرئيسي وكنعبروا بصوت عالي وكنطالبوا من مؤسسة بريد المغرب أنها تفتح واحد تفاوض جماعي يفضي إلى نتائج واقعية وملموسة على أرض الواقع، لأنه باش نذكر جميع الرأي العام على أساس أنه هذه المعركة ما كنخوضوهاش إلا من بعد ما استنفدت الحركة النقابية جميع المحاولات على أساس أنه تفتح مفاوضات جادة لرفع الاحتقان اللي كنعيشوه دابا اليوم واللي كنعيشوه هذه المرحلة. ولمعلومات وللرأي العام دائما، يعني الحركة النقابية يعني كتكلف جميع الناس اللي غيهضر في وسائل الإعلام على أساس أنها تعبر على واحد الاعتذار للمواطن المغربي، لأنه محروم في هاد اللحظات، محروم من الخدمات العديدة اللي كتقدمها مؤسسة بريد المغرب. ولكن نحن اليوم مجبرين ولسنا مخيرين ملي خرجنا الاحتجاج، لأنه فعلا الاحتجاج جاء من بعد واحد الفترة طويلة ديال الاحتقان، واحد الفترة طويلة ديال الحرمان، واحد الفترة طويلة ديال الضغوطات على المستخدمين داخل القطاع. غادي نحاول نستعرض المشاكل والمأساة اللي تيعانيوها المواطنين مع البريد بنك خصوصا، حيث ان في بعض الاحيان عملية اللي ما تطلبش دقيقة أو لا دقيقتين ممكن أن المواطن يستغرق فيها حتى 3 ساعات قدام الوكالة البريدية البريد بنك. دونك هذا المواطن ما بقاش أغوى كما تنسميه كما تنقولوا ليه، ولينا تنتكرفصوا عليه بمعنى الكلمة وما بقاش عندنا أغوى. لذلك من هذا المنبر تنتوجه بنداء المواطنين والمواطنات أننا في إضراب من أجلنا ومن أجلكم أيضا، وكلمة اعتذار لهم على هذا الإضراب اللي أدى إلى توقيف المصالح ديالهم، لأننا مرغمون أننا تحنا نديروا إضراب. كنا باغين نبداو إضراباتنا من البداية السنة اللي الملف المطلبي راه معروف، ولكن نظرا للجائحة ونظرا للاهميه ديال المرفق العمومي اللي تقدموا البريد، دونك تنازلنا على ماشي تنازلنا اجلناه ريتما ان الجائحه تدوز واننا قمنا بالواجب الوطني ديالنا تجاه المواطنين والمواطنات. ولكن الان ما بقيناش نصبروا، لان هذا ملف المطلبي اللي فيه من اهم من اهم من اهم الشق ديالو كاين سميتو كاين نقص مهول في الموارد البشريه لهذا القطاع.